دعني أقف معك الآن. ينضم معي عبر الهاتف الدكتور صالح الصريمي، رئيس تحرير صحيفة الصحافة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضلوا. دكتور، بعد عقد من الزمان كيف تنظر إلى ثورة 11 من فبراير؟ النظر إلى ثورة 11 فبراير بعد عقد من الزمن، نعم، أنا ننظر إليها على أنها على أن الثورة حقيقة لا تزال مستمرة يعني، ولم يعني تنتهي بعد. نعم. بدليل أن الشباب وشباب الثورة اليوم مرابطين مع الجيش الوطني في جميع الجبهات. انتقلت الثورة من رغم أنها كانت ثورة سلمية، ولكن الخصوم الثورة ثورة 11 فبراير حولوها إلى يعني مقاومة مسلحة جنب جنب مع الجيش الوطني. نعم، ولكن الشباب يا دكتور، الآن هناك من يقول بأن الشباب أيضا تناثروا في، نعم، موجودين في الجبهات لكنهم ليس بالفعل الثوري، ولكنهم متواجدين أيضا في 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 أكثر مكان. يعني الشباب يعني هم شباب الثورة حقيقة، هم موزعين حقيقة ما بين يعني متواجد في الداخل ويعني يتحمل الضغوطات والاضطهادات وجرائم الحوثيين داخل، وما بين موزعين أيضا في السجون ميليشيا الحوثي، وما بين الجبهات، وما بين المشردين في الخارج، وحتى المشردين الحمد لله حتى الذين في الخارج الآن كلهم يقوم بدوره وعلى حسب وعلى قدر إمكانياته، كل يعني موزعين في أكثر من جبهة. عندك الشباب موزعين على الجبهة السياسية وعلى الجبهة الإعلامية وعلى المقاومة المسلحة وأيضا على مستوى الداخل، يعني الشباب لا زالوا متمسكين بأهداف الثورة ورافضين يعني لما تقوم إلى الانقلاب، ورافضين ميليشيا الحوثية. نعم. طيب دكتور، دعني أقف، يعني كنا قبل قليل نتحدث مع ضيفي هنا في الاستوديو عن 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 ما لا أستطيع أن أقول فشل الشباب أم يعني تعرضوا للخذلان، لكن السؤال هل فعلا يعني الشباب لم يستطعوا إنتاج أي شكل من أشكال شكل تنظيمي سياسي أو أي من هذا القبيل؟ بالنسبة للشباب، شوف، بالنسبة لليمن، في اليمن هي كانت التعددية موجودة، التعددية الحزبية كانت موجودة يعني حقيقة، يعني والأحزاب موجودة، تمام، وبالتالي الثورة مش لم تكن يعني من الشباب المستقل يعني 100%، الشباب المستقل كان له تواجد وله تأثير في الأشياء، ولكنهم بقوا مرتهنين للأحزاب ولقيادات. هناك من يقول عفى عليها الزمن، هي لم تكن ثورة شبابية 100%، لا صحيح أنها سمية يطلق عليها البعض الثورة الشبابية، لكنها في الحقيقة ثورة شعبية شاركت فيها الأحزاب السياسية وشاركت فيها جميع فئات المجتمع، وبالتالي نسبة تقريبا حوالي 70% من المشاركين في الثورة هم من منتمين الأحزاب السياسية ومنتمين للتوجهات السياسية وغيرهم يعني، وبالتالي مسألة إنه الشباب أو لا لم ينشئوا كيانا خاص بهم يعني أو حزب سياسي خاص بهم، هو يعني نتيجة أن يعني أصلا الأحزاب السياسية موجودة، والأحزاب حتى التي جاءت بعد ذلك ما فيش لها أي تأثير يعني. طيب ما هو تأثير الأحزاب القديمة أو يعني الكبيرة؟ لا زالت هي حقيقة هي اللي تقود العملية السياسية إلى حد إلى اليوم يعني. نعم، بالفعل. لا 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 صنعت يعني شيء يعني في الميدان. نعم. طيب دكتور صالح، تأثير هذه الأحزاب سواء بالسلب أو الإيجاب على ثورة فبراير؟ كانت بصراحة نكون صريحين يعني، طبعا كان هناك مخاض للثورة قبل الثورة، كانت هناك يعني كانت هناك عبارة عن مخاض يعني عبارة عن مهرجانات واعتصامات كانت في ساحة الحرية أسبوعية كل ثلاثاء، وبالتالي لم تأتي الثورة من فراغ، وإنما يعني نتيجة نضال طويل يعني ابتدى من النضال السلمي يعني يعني خاضت أحزاب سياسية النضال السلمي مع أحزاب الأقل مشاركة والسابق، ودخلت معه في حوار ودخلت معه في إشكاليات كثيرة، ونتيجة ووصلت هذه الأحزاب السياسية مع النظام السابق إلى طريق مسدود، وبالتالي كانت يعني خروج الشباب إلى الساحة واتبعهم يعني في البداية كانت واجهوا قمع واضح وقمعوا،
حتى لما يعني حتى هم ذاتهم الشباب المستقل نادى الأحزاب السياسية بالمشاركة. وعندما نزلت الأحزاب السياسية بشبابها وأعضائها لساحات الثورة يعني شكلت زخم كبير جدا وحققت يعني نتائج طيبة. لو كان الشباب المستقل لحاله ما كانوا صنعوا شيء. الدكتور صالح الصريمي رئيس تحرير صحيفة الصحافة، شكرا جزيلا لك.